كل ما يتحرر حي النازحين مالهم وطالب الطالبات بالبنات يجون يداومون عندنا هنا. شو ما مشكلة عدد كبير، الصف 80-90 طالبة، هو المفروض 20-25-30، احنا عدد مضاعف 3-4 مرات. ما عطلنا لان بسبب الدوام، احنا كنا بحكم داعش 3 سنين واستثنونا هسه نداوم استثناء، سووا انه ماكو عطلة لنا عمود، يعني شلون نساوى ويا باقي الطلبة اللي خارج الموصل، لان احنا اهل الموصل عانينا معاناة شي مو طبيعي.